مرحبا بكم أيها الأحباء في حلقة جديدة بعنوان النزاع الكوني. النزاع الكوني أقصد به النزاع بين الخير والشر، النزاع بين الحق والباطل. هو معركة طويلة الأمد ولكنها ستنتهي في يوم النهاية إن شاء الله. أحبائي، تخيل إن شخص صديق أرسل لك هدية جميلة في علبة قيمة وغالية، ثم هذا الإنسان المرسال الذي أحضر لك الهدية أهمل فيها وأعطاها لك في صورة مزرية ورديئة، فسوف تتهم المهدي أنه أعطاك هدية غير محترمة، لكن للأسف هي ليست خطأ الإنسان الصديق المهدي. هكذا الله أعطانا الخليقة كاملة، عندما خلق الله السماوات والأرض وكل شيء ما فيها، قال الكتاب في التكوين في التوراة، قال إن الله رأى أن كل شيء حسن جدا. حسن جدا يعني كاملة. النباتات جميلة خضراء بلا أشواك، الإنسان آدم وحواء بلا أمراض أو أوجاع، أيضا الوحوش كانت تأكل الحشائش والأعشاب ولا يفترس الأسد أو الدب أو النمر أي حيوان آخر. أحبائي، كان هناك سلام وجمال، كانت هناك شجرة الحياة التي تمنح آدم الحياة وأيضا الخلود. بعد ذلك حتى الحياة العائلية كان آدم يفتخر أن زوجته حواء يحبها من قلبه، فيقول إنها لحم من لحمي وعظم من عظامي. لكن للأسف كل شيء ذهب عندما خضع الإنسان لغواية الشيطان، فيقول الكتاب من غلب منه أحد فهو له مستعبد. استعبد نفسه الإنسان للشيطان عندما خضع له، وأصبح الشيطان رئيس هذا العالم وإله هذا الدهر الذي أدخل كل شيء سيء. تخيل كده لما بتشوف مثلا أسد يركض وراء غزال مسكين، ثم يفترس هذا الغزال بكل وحشية، نتألم كثيرا وقد نتساءل لماذا يا رب صنعت هذا، لكن الله صنع كل شيء حسن أيها الأحباء. لكن الشيطان هو الذي شوه هذه الهدية الجميلة. الحروب بين السياسيين الله له دخل، أنه لا يصنع الحروب ولكن يضع السلام بين القوات لكي يتعهدوا على معاهدات سلام. أيضا في البيت الواحد هناك مشاكل، كما تعلمون أن القتل بدأ في العائلة الأولى، لقد قتل قابيل قايين أو قابيل أخاه هابيل للأسف الشديد. أحبائي، هناك أمور الشيطان أدخلها في الحياة، حتى الزلازل والبراكين والسيول والأعاصير هي من فعل الشيطان. كنا نتساءل لماذا يا رب هذه النكبات وهذه الكوارث، لكن الله له بصمة جميلة أنه يحفظ أولاده وسط هذه النكبات، أنه لا تضر الإنسان الشمس أو أي كوارث أرضية. أحبائي، حتى في الموت الله يعطي العزاء ويعطي رجاء في القيامة، حتى في المرض يعطي الشفاء، حتى في المعارك يعطي السلام. أحبائي، اشترى لنا الله الأرض الجديدة والسماء الجديدة، فالفردوس المفقود فقدناه بسبب غواية الشيطان، ولكن بفداء المسيح وموت المسيح من أجلنا سيرد لنا كل شيء في زمن رد كل شيء في النهاية. سيعطي لنا الله الأرض الجديدة وبها شجرة الحياة التي نأكل منها ونحيا إلى الأبد، وأيضا الذئب والحمل يرعيان معا وصبي صغير يسوقهما، والأسد يأكل التبن مثل البقر. سترجع الألفة بين الحيوانات معا وأيضا بين الإنسان والحيوان. سيمد الفطيم يده على جحر الأفعوان، لا يخاف الطفل الصغير من الثعبان. سترجع الألفة مرة أخرى، حتى العهد ستنتهي، تتفقح عيون العمي وتتفتح آذان الصم، يطفر يعني يقفز الأعرج، وأيضا يرنم لسان الأخرس. لا توجد عهات أو أمراض في الأرض الجديدة.
سعيد لنا الله كل ما فقدناه ينتهي النزاع الكوني بين الخير والشر، وينتصر الخير وينتصر الحق على الباطل. فقد ينتصر الباطل في أكثر من جولة، ولكن النصرة النهائية للحق أيها الأحباء. فربنا يعطينا الصبر، من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. دعونا ننتظر هذا اليوم العظيم عندما يعيد لنا الله كل شيء فقدناه بسبب الخطية. نشكر الرب الذي أرسل ابنه الوحيد لكي يفدينا ويعطينا كل ما فقدناه في الملكوت الأبدي. نلتقي مرة أخرى في حلقة قادمة، وإلى اللقاء.